كلنا بنتفق يا كابتن عادل ان فتره توقف الحقيقه اكيد اثرت على المنتخب، انه عدم خوض مباريات وديه كتير، وطبعا ما كانش فيه يعني معسكرات كتير او طويله ان يبقى فيه انسجام بين اللعيبه. ولكن برضو كنت لسه بقول انه على الجانب الاخر احنا بنتكلم انه استئناف الدوري فرق جدا مع اللعيبه، وانه لعب مباريات كتير. اي نعم كان فيه تزاحم كتير في المباريات، ولكن ده خلى اللعيبه الحقيقه وصلت لفورمه عاليه جدا، وبأماره ان احنا لاول مره بنشوف الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، وكمان عندنا طبعا بيراميدز في الكونفدراليه. اكيد فكره استئناف الدوري وان اللعيبه دلوقتي فورمه عاليه دي تطمننا بشكل كبير. شوفي حضرتك، كان في قبل ما الدوري يبدا والدور الثاني يبتدي يشتغل اصوات كثيره جدا للاسف غير مسؤوله كانت مش عايزه الدوري يكمل. ومعنى ان الدوري ما يكملش يعني ايه؟ يعني بيوت كثيره هتقفل، ويعني هيبقى في احباط، وكل الناس هتبقى بتفكر في الكورونا. لما الدوري استمر في حد خسر حاجه؟ احنا بنلعب كل يوم 3 ايام مباراه بالظبط، واحيانا كل يوم يومين مباراه. ايه الاصابات اللي حصلت؟ حاجات طفيفه جدا سواء في النادي الاهلي او غير النادي الاهلي، والماتشات اللي كل 3 ايام بره بيلعبوا كده برضو. احنا ما احناش اقل من الناس اللي بره. دي جزئيه، ويعني نقول للناس اللي هي كانت واخده الخط ان الدوري ما يتلعبش، نقول لهم بقى ايه رايكم؟ انتوا كنتوا مش على صواب، واحنا كنا على صواب. ليه؟ لان الدنيا مش هتقف، والبيوت مش هتتقفل، والناس هتشتغل، والحياه هتستمر. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، ودايما بسمع ان المنتخب لازم يبقى فيه معسكرات طويله. طب قولي لي، طب فين يا ساره؟ فين في العالم كله بيبقى فيه معسكرات طويله الا في حاجه واحده؟ كأس العالم. كأس العالم كل 4 سنوات بياخدوا اسبوعين لثلاث اسابيع واحيانا شهر. ويبقى الفتره دي فتره نهايه الدوري في اوروبا. بعد نهايه الدوري في اوروبا بيروحوا واخدين اللعيبه ويعملوا لهم نوع من الاستشفاء، ثم فتره اعداد ويخشوا على كأس العالم. في العالم كله النظام ده موجود. احنا ما احناش بدعه ولا هنخترع العجله. المعسكرات الطويله دي مش موجوده في العالم كله. احنا اللعيبه بتاعتنا، انا جاي علشان محمد صلاح يتفاهم مع تريزيجيه، هل دي يعني انا يعني التمرينات تتكرر هيتفاهموا؟ حضرتك مش مع فكره المعسكرات الطويله دي. مش موجوده في العالم كله. مش موجوده. قولي لي فين؟ طيب يعني النهارده اسبانيا بتلعب والمانيا بتلعب، هل عامل معسكرات؟ محدش عامل معسكرات. هم بيتجمعوا يومين ثلاثه ويبتدوا يشتغلوا. بيعتمدوا على ثقافه اللاعب، وبيعتمدوا على الفتنس اللي هو جاي من النادي بتاعه، وبيعتمدوا على التدريبات يومين ثلاثه، وبعدين محاضرات. انت هتلعب في الاماكن ديت، هتشتغل بالطريقه الفلانيه، وبيدي اللاعب كل مساحه ويبقى فيه. ولكن المباريات الوديه مهمه طبعا. المباريات الوديه يعني في العصر بتاعنا بقت صعبه جدا، لان الوقت بقى قليل. يعني النهارده حسام يلعب ماتش ودي امتى؟ مفيش وقت. انما انا بعتمد على ثقافه اللعب. النهارده مسلماني لما جه عمل ماتشات وديه؟ ما لحقش طبعا. بدا عمل ايه؟ لا طبعا شفنا اداء قوي جدا. البصمه دي عملها ازاي؟ ما هو فكر، وعارف ان عنده الخامه اللي هتنفذ الفكر بتاعه. وبالتالي لما ادالهم الجوانب النفسيه والجوانب الفنيه، اللعيبه مقتنعه، نزلت نفذت. وده اللي انا قصدي عليه. المنتخب محتاج كده. محتاج مدير فني عنده الرؤيه، وعارف ان انا بلاعب توجو دي ليها ميزات قد كده. النهارده تعالى يا فلان، تعالى يا سلايا، انت تتحرك في الحته الفلانيه. يعني انت لما سلايا يزيد انا عايزك تقف. لما طارق حامد هيقف هيبقى سلايا بتكمل في الهجمات. دي كلها حاجات مش محتاجه تمرين ولا محتاجه ماتشات وديه، لان الوقت قليل جدا. النهارده حسام يعمل ماتش ودي انت؟ مفيش، لان العالم كله حته المعسكرات الطويله والله اتلغت في العالم كله الا في كاس العالم فقط.